السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى البنات تكونوا بالف خير وبصحيحه جيده. الى شفتوا هاد لا فيديو تكونوا بالف خير. واليوم البنات جبت لكم واحد الفيديو اللي زوين بزاف. وجدت لكم البنات واحد العشوب كنعرفوهم، هاد الوريقات الخضرين راه هذا فليو البنات، وهذه كنقولوا ليها حنايا مرسيطه، يعني في جهة الغرب عندنا، وجبالة كيقولوا ليها مانتا، وكل واحد مع كل واحد شنو مسميها، اي منطقة عند دير لها السمية. وزوينة بزاف، هانتوما شتوها كي دايرة، راه زوينة بزاف. هاد الوريقات البنات كنديروهم في الحرشة ديالنا، كتجي زوينة وصحية البنات بزاف، وكتسخن لنا البنات دابا خصوصا في هاد الوقت ديال البرد، زوينة. يعني كنديرو هاد الحريشة وناكلوها بزيت العود، يعني صحية بزاف. كناخذوا البنات هاد الوريقات كنغسلوهم، ودابا غادي نقطعهم، وغادي البنات غادي تشوفوا معايا الطريقة ديال هاد الحرشة. غادي ناخذ البنات هاد الوريقات بحال الطريقة، يعني كناخذوا شي مهراز. الا ما عندكم ديك لافيطون يمكن لكم تطحنوها، ما عندكمش البنات اكتفيو غير بحال هكا. كتشوفوا البنات كنشد هاد الوريقات كنبقى نقطع بحال الطريقة، يعني كنقطع شويه بشويه وكنلوح في المهراز حتى لافيطون، كطحنو مزوين. يعني هادو خصهم نطحنوهم بحال هكا في لافيطون ولا بالمهراز هكا، كندقوا هاد الوريقات ديالنا باش كيجيو زوينين، وكيطلقوا لنا حتى هذاك الماء اللي فيهم البنات، والرويحه كتجي زوينه بزاف كيف كتشوفوا معايا بحال الطريقه. كنكملوا كاملا كنقطعوا كي كتشوفوا معايا، راه زوينين بزاف البنات هاد العشوب، وخصوص في هاد الفصل ديال البرد، يعني هادو زوينين وكيسخنوا بحال الطريقه. غادي نكمل البنات نقطع هاد الوريقات ديالي ديال هاد المرسيطه اولا المانتا وفليو، وغادي ندقهم بالمهراز، وغادي نكمل معاكم الطريقه ديال هاد الحرشه باش نوريكم شنو كنكملوا فيها وشنو كنوريكم شنو غتحتاجوا فيها. صافي البنات، دابا غادي ندق هاد العشوب ديالي اولا الوريقات ديال المانتا وفليو، ومن بعد غادي نكمل معاكم الطريقه. من بعد البنات ما دقيت هذاك العشوب ديالي في المهراز بحال هذا الشكل كيولي، ودابا البنات كنحتاجوا السميده الصفراء او السميده البيضاء اللي عندكم، ولا السميده ديال الزرع اللي عندكم متوفر في البيت كتخدموا به. كنحتاجوا خماره، وكنحتاجوا البنات الزيت، وكنحتاجوا طبيعه الحال شويه ديال الملحه. دابا البنات غادي ناخذ السميده ديالي، القياس ديال الفراح اللي عندكم او المقله اللي كتخدموا فيها الحرشه، يعني المقلة عندي انا ماشي كبيرة، يعني صغيرة، يعني غنخدم غير حرشة صغار مقدرين بحال الطريقة. وغادي نضيف البنات شوية ديال الملحة كيف كتشوفوا، وغادي نضيف الوريقات ديال فليو والمانتا، يعني غنخدم جوج حريشات، قسم داك العشوب على جوج، وغادي نضيف شوية ديال خميرة حمراء بحال الطريقة. وهاد الحرشه كما قلت لكم البنات راه كتجي زوينه بزاف، يعني وكتاخذوها مع شويه ديال زيت العود، كتجي صحيه وزوينه بزاف. صافي كنخدموا الحرشه ديالنا بحال هاد الطريقه، باش كيدخل الزيت السميده مزيان. صافي البنات، وكنخلطوا بالماء، دابا غادي نخلطوا هاد الحرشه ديالنا بالماء عادي كنخلطوها، يعني اي وحده راه كتعرف دير الحرشه. صافي كنخلط هاد الحرشه ديالي، من بعد ما غادي نخلطها كيف كتشوفوا غادي نجمعها، وغادي نديرها في الفراح او المقله اللي كنخبزوا فيها الحرشه، غادي ندهنها من قبل بشويه ديال الزبده ولا الزيت، وغادي نحطها طيب ليا. صافي كنكمل بحال هاد الطريقه، وغادي نصيب الحرشه الثانيه، يعني غادي ندير جوج حرشات. دابا من بعد ما جمعت الحرشه ديالي يعني وخدمتها مزيان باش دوك العشوب كيدخلوا ليا في سميدات الحرشه،
دابا صافي خديت المقله كنت دهنها من قبل بشويه ديال الزبده، ضفت ليها غير شويه ديال السميده. دابا غادي نقرص الحرشه ديالي في الفراح، يعني غادي نقادها في الفراح اللي غادي نطيب فيه الحرشه ديالي صافي، وكندير فوقها شويه ديال السميده وكنقادها بحال الطريقه عادي، يعني كي كنطيبوا الحرشه اليوميه العاديه ديالنا صافي. ومن بعد غادي نحطها يعني فوق البوطه باش طيب ليا صافي، كنقاد لها غير الجوانب ديالها باش كتجيني مقاده بحال الطريقه، وكتجي زوينه بزاف البنات، يعني كيجي فيها ديك الريحه ديال فليو والريحه ديال مرسيطه، يعني ريحه الاعشاب زوينه بزاف. كنتمنى البنات تعجبكم هاد الطريقه اللي جات لكم اليوم ديال هاد الحرشه، وجربوها راه زوينه وصحيه البنات، يعني في خصوص في هاد الوقيته ديال البرد، يعني كنعرفوا فليو راه زوين بزاف وديك مرسيطه حتى هي زوينه. دابا صافي من بعد دابا غادي نحط هذه، ومن بعد غادي نزيد الحرشه الثانيه ديالي حتى هي غادي نخدمها بنفس الطريقه. كي كتشوفوا دابا غادي نخلطوا الحرشه الثانيه بنفس الطريقه ديال الحرشه الاولى، يعني وكنزيدوا هذا العشوب اولا الوريقات ديالنا بحال هكا. دابا غادي نزيدوا الملحه والخميره، يعني نفس الطريقه اللي درنا في الاول، يعني خماره قسمتها على جوج حريشات كيف كتشوفوا معايا، والزيت بحال الطريقه. نخلطوا عاوتاني الزيت في الحرشه باش يندمج لينا داك الزيت مع الحرشه. سهله دغيا كتوجد، يعني بمكونات بساط بزاف، وهاد الوريقات ديال الفليو او هاد الاعشاب اللي زوين بزاف يعني موجودين عندنا تبارك الله دابا، مع خصوص هاد الفصل ديال الشتاء والبرد، يعني كيكونوا موجودين هاد فليو تبارك الله وغاد البقوله، كيكونوا هاد الاعشاب موجودين في هاد الفصل، يعني بنادم يستغلهم يعني يطيبهم باش بنادم يستفد من هاد الاعشاب، يعني كيكونوا يعني في هاد الوقيته ديال هاد البرد. يعني خدمت هاد الحرشه بنفس الطريقه ديال الاولى كيف كتشوفوا صافي. دابا كيف شفتوا دابا غادي نطيبهم، ومن بعد نطيب الحرشه الاولى والثانيه، ومن بعد غادي نكمل معكم النتيجه الاخيره ان شاء الله باش تشوفوا كي جاوا الحريشات ديالي. من بعد ما طيبنا البنات الحرشه كتجي بحال هذا الشكل، كتجي زوينه بزاف. انا درت جوج حرشات وكيجيو زوينين، يعني بهذا العشوب ديال الفليو ومانتا او مرسيطه، وصحيين البنات يعني في هذا الفصل الربيع، وزوينه حتى الوليدات ديالنا، وحرشه صحيه 100%. كنتمنى تعجبكم، كنتمنى تعجبكم البنات هذه الوصفه اللي جبت لكم اليوم، وكنشكركم على المتابعه ديالكم. والى عجبكم هذا لا فيديو اليوم ضغطوا لي على الجرس وديروا لي لايك باش دائما توصلوا باي جديد. وبسلامه عليكم البنات في فيديو الجاي ان شاء الله، الى اللقاء.